دلوقتي 7 8 سنين بنعمل ايسر في مصر مجهود خرافي. لو تعرفوا ان احنا بنعمل 103 يعني زي مؤتمر تمهيدي لايسف، وبعديها بنعمل 24 واحد في كل محافظة، بعد كده بنعمل 3 ريجونال او يعني حاجات قطرية كده في اسكندرية والقاهرة والاقصر السنة دي، يعني بناخد محافظة في الصعيد نعمل فيها التصفيات اللي هي لوكال. بعد كده التصفيات دي بتطلع مشاريع بتسافر امريكا. السنة دي هيسافروا امريكا في مايو، والحمد لله نتيجة لل يعني النتائج اللي بنعملها سنة بعد سنة. السنة دي عندنا 10